سلامات. أنا وصغيرة بذكر إنه بالمدرسة كان في غرفة كتير مرعبة خوفونا فيها، كان اسمها غرفة الجرادين. كانت بالنسبة لإلي ولكتار من الأطفال كابوس، وبتذكر كمان إنه ماما كانت لما بدها تطعميني بالقوة تقلي إذا ما أكلتي بيجي ليكي أبو كيس أو أم رعيدة، وكانت تقلي أختي إذا كذبتي الله بيخنقك بحبل بالليل. لا كان في غرفة جرادين ولا أبو كيس ولا رب عظيم رح يخنقني، كل اللي كان هو خوف منتربى معه وبيكبر معنا وبتصير أكبر مشاكلنا هي مخاوفنا اللي منخترعها. هو الخوف اللي ربونا عليه لصرنا نخاف من الله وما نخاف الله، والفرق بيناتهم كتير كبير. بيقول نجيب محفوظ: الخوف لا يمنع من الموت لكنه يمنع من الحياة. وشو صعب نعيش وما نعرف نحيا الحياة اللي وهبنا إياها رب العباد. قولوا الله. من بدايتها بالكتابة مع أحلام مؤجلة قررت تلحق أحلامها وما تأجلها، لصارت واحدة من أهم الكتاب بالدراما السورية والعربية. ريم حنا اسم من إبداع وفن. منسمع ريم حنا، نورتينا. بشو القصة؟ أهلا وسهلا فيك. نورك هو الطاغي، ما شاء الله على الجمال. تسلمي. شكرا على الاستضافة. تأخرنا فعلا، تأخر هاللقاء. بس يلا، أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي أبدا. تماما. تهرب من اللقاءات؟ هلأ مش يعني هروب بمعنى التجنب، بمعنى أنه يكون عندي شيء أقوله، يعني يكون في شيء جديد أقوله حتى ما أحس أني وقعت بالتكرار. بحس أنه أنت من الشخصيات اللي صعب محاورتهم، يعني فيك تسميني سهل ممتنع. سهل ممتنع. يعني سهل نوعا ما، ولكن ما بتعرفي امتى بصير الممتنع. قولة موقوتة. لكن بدنا نمشي بين الألغام ولا خلينا نحكي برياحنا؟ لا بالعكس، برياحة وببساطة طالما الأجواء يعني هيك رائعة. إن شاء الله. بسألك، هل عندك عدم رغبة أو خوف أو تجنب تدخلي بحياتك الخاصة؟ إيه ما بحب. أو الجانب الوجداني العاطفي بشكل؟ ما بحب أبداً، بحسها مسألة شخصية بحتة، وبستغرب أصلاً الآخرين كيف بيسمحوا للعموم أنهم يطلعوا على حياتهم. مش الناس بتحب هيك تعرف بتحب. الأشخاص اللي يعني اللي بتحبها أو بتلحقها أو معجبة فيها بحبوا هيك يعرفوا أشياء، يعني بشوفون عم يبكوا، يسمعوا قصة جديدة. خاصة قلتلك بكت حكت مبين، خاصة عم يبكوا. هذا مشهد عن جد بيستفزني، بالنسبة لي يثير عدم التعاطف. يعني إذا الغرض من شخصية عامة تطلع تشكي وتبكي ودموع، أنا بصراحة يعني بخف التعاطف عندي للصفر. ليش لحتى طلع على العلن هي المشاعر؟ يعني بحس إنه لما بطلع على العلن يمكن عم قلل من نبلة. الحزن شيء نبيل، ليش نحن ما يعني نحتفظ فيه لنفسنا؟ والسعادة شيء يعني مبهج، ليش ما مننشرها على العالم؟ خلص. بس بلقاء إلي سابق مع الفنان الكبير أيمن زيدان حكى كتير موضوع حلو وراح فايرل على السوشيال ميديا، إنه أنا إذا حزين، إذا زعلان، إذا عم ببكي، من حقي أطلع وفرج الناس إني حزين، لأنه هيدا حق إنساني. أستاذ أيمن زيدان بجرد أحيانا كتير بحبه، فنان كبير. إذا هو عنده هي الرغبة طبعاً أنا بحترمها، بس أنا ما عم بحكي عن هذا الجانب من المشاركة بالحزن، عم بحكي عن يمكن الجانب اللي فيه شوية استعراض. بتخافي نبكيك بالحلقة؟ أنتي وشطارتك. يعني إذا اشتغلت على الموضوع ممكن؟ ما بعرف. برأيك اليوم يعني نحن كإعلان، أنا عم بتهم حالي صار لي فترة إنه دمعتي ناشفة صايرة. ليه؟ صايرة أو يعني طول عمرك؟ لا بالعكس، أنا ممكن تنزل دمعتي على شيء جميل مو على الشيء. ببكيك الفرح والجمال.
أيه. جمال بخلي دمعتي تنزل. بس عم تقولي دمعتي ناشفه، هل قسيتي؟ قسيتك الحياه؟ لانه صار في عندي كثير موت بالعائله، فصرت حتى لما بدي اروح على عزا احيانا افتعل مشهد التعاطف. هو ما انه كاذب، لكن في هيك مثل ما قلتي، في صار في نشفان بكل شيء، يعني سواء بالدمعه سواء بالمشاعر، زائد طبعا الظروف اللي مرقنا فيها كلنا. يعني بكيتي وقت اللي توفت امك؟ ما بكيت، وكان هذا شيء يعني انا كنت عم يعني مستغرب بيني وبين نفسي انه ما نزلت دمعتي، علما انه انا كنت دائما اقول انه كل شيء بتقبله الا انه ماما تغيب، انا بسميه غياب يمكن. ما يعني بحس انه الحياه صعبه. بس اللي صار انه نشفت دمعتي وقتها، بس مع انه يعني تاريخيا كانت ماما صغيره، صبيه حلوه كانت، وبيني وبينها ما كان في كثير عمر، يعني كان في مناكفات اكثر ما في مثلا انه الام تبع امينه رزق ما موجوده. كنت شوفها حتى بالاعمال، يعني اقول والله ماما غير شيء، ماما هيك حدا عصري حلو ظريف كذا رفيقتي، فيمكن هو بشكل الاشكال بشكل نقص عندك انت كحدا، يعني ما حسيتي بامينه رزق بالمعنى يعني المصطلح المتعارف عليه، وكنت معتقده اني انا مختلفه عنها. اوكي، طلعتي شو طلع بعد وفاتها؟ انا ملبوسه بامي هلا، يعني انا بحس انه وانا عم بمشي ماما، يعني ناديه اللي ماشيه مو انا، كنت اقول انا ما بتخيل الحياه انه هي اذا راحت فقلت لي بقيت لك قعدت لك وقاعده جوا، يعني معك بتحسيها؟ ما بتحسيها غابه؟ بحسها مش معي، بحسها بحسني هي. أوه. هالقد. طب كرمال هيك ما قدرت تبكي؟ هلا ما بعرف اذا البكاء كدمع يعني هو يعني يساوي انه الوجع او الحزن، بس يمكن كمان نوع من عدم او الانكار ممكن، يعني انه طب عشتي فتره حداد؟ ايه اكيد. بينك وبين حالك نزلت 13 كيلو. لو يعني تحولت لكآبه. الكآبه ما بتبكي فيها، يعني ما ضروري تبكي، هيدا اصعب بالضبط من البكاء والتعبير. لو بدك تكتبي مشهد يعبر عن حزنك على رحيل او على غياب امك، شو بيكون المشهد؟ شو بتكتبي؟ انت عم تستدرجيني. لا لا انا عم جرب طلع، لا لا عم جرب طلع خيال الكاتبه. ايه رح اقول لك تكنيكي انا بالكتابه، ويمكن ذكرتها قبل هالمره، وانا بقلب القصه ما فيني اكتب حرف، لدرجه انه على ورقه النعوه بيكتبوا مثلا هيك شعر كذا، فانا قلت له ما بدي هذا الشيء التقليدي اللي بينكتب، واحيانا شعر مكسور بيحطوه بيجيبوه كليشيات جاهزه ليكتبوا الشيء عنا. انا راح اكتب، قلت لهم انا راح اكتب، يعني هي بدي اكتب شيء لماما. حرف ما طلع معي ما بعرف اصلا، ما بتل... يعني في ناس انا بستغرب مثلا بصير كارثه ثاني يوم طارقين قصيده 50. انت مش من هيدا النوع. 50 بيت شلون طلعوا معهم ما بعرف. طب المشاعر بتتحرك، يعني في ناس يمكن الانفعال العواطف بتكتبهم، في ناس بياخذوا هيدا المسافه ليقدروا يكتبوا، يعني هي كمان طبيعه. هي طبيعه بشريه اكيد. انت من الكتاب يمكن اللي بياخذوا مسافه. وفي عنصر ثالث يستثمر بالاشياء. او ليك برايي؟ في عنصر هيك اكيد، هلا مو الكل بس اكيد في عنصر هيك. ولا ايمتى طلعت هالديباجه ولا هالقراديه مثل ما بيقولوا. لطشه مهمه هيدي، لطشه كبيره. حتى بالدراما بالماستر سين بنشوف نحن مشهد البكاء هو اللي بيروح بيعمل قصة بيروح فايرل، الناس تحكي فيه. والسنة شاهدنا يعني بالدراما، خلينا نقول دراما الرمضانية لأنه بعدنا طالعين من شهر رمضان المبارك وتابعنا، يعني شفنا سيدة منى واصف عم تبكي، شفنا سرافة معمار عم تبكي، شفنا نادين نسيب نجيم عم تبكي، وشفنا ماجي بوسون عم تبكي، وهيدول المشاهد اللي تصدروا إذا بدك حديث السوشيال ميديا. ليه الماستر سين عم بيكون معظمه بكاء برأيك؟ والله مين يعني مين بكرس هيدي القصة؟ الجمهور؟ هلا هي قبل الجمهور، قبل كل هالحكي السينما الهندية. يعني الناس بتعشق كانت كنا نروح نحضر سينما هندية وناخذ معنا الكينكس. يعني هي يبدو تفريغ كمان، تفريغ الغضب، تفريغ لما بتشوفي مثلا عنف بالدراما هو ليش الناس بتحب؟ ها
عم تفرغ، الحزن البكاء تفريغ، الرقص تفريغ، الخروج عن قواعد اللياقة تفريغ. يعني عرفتي شو؟ شفناهم كلهم السنة، يعني شفنا كل هالأفكار بدون ما نسمي. لا لا طبعا طبعا، بس ليش شفناهم كلهم هالقد نحن بحاجة لتفريغ؟ أنا ما بقدر أعزل الدراما والمناخ عن بعضهم، يعني في مناخ، ليش في مثلا سنة عمل بيضرب الضربة اللي هي مناخه يعني يسمح بذلك، علما بيكون في أعمال تانية. وأنا ضد طبعا التبشير بأنه هذا عمل عظيم وهذا عمل رائع وهذا العمل راح يكسر وراح تزبط، ما مش دائما بتزبط، لأن ما بتزبط يفضل أن الواحد ما يرفع السقف أي شيء. شو اللي فاجأك السنة؟ شو اللي يعني ما كنت متوقعتي له نجاح ساحق ونجح نجاح ساحق؟ لا، في شيء توقعت له ونجح اللي هو أولاد بديعة. توقعتي له من ليه؟ أكيد، لأنه الشباب يامن حجلي ودكتور علي وجيه عم يكتبوا دراما صار لهم كذا سنة، دراما يعني هيك أخذين زاوية مثل ما بيقولوا، عم هيك يعني عم يكتبوا عم يلعبوا فيها. إيه، وزاوية حلوة يعني عم ينجحوا فيها. ورشا شربتجي، ورشا لعبت دور كتير كتير حلو. الكاست رائع طبعا، في لما بتكون الكاست وال يعني في كثير عوامل بتلعب دور. وفي اعمال ثانيه كمان ضلوا طالع ذات النجاح، يعني من اول بدايته لنهايته العمل. انا لاكون صريحه معك، انا اعتبرته عشاريه، انا شفت بس 10 حلقات. ليه؟ حبيت العشره. كنت بتفضلي مثلا يكون 15 حلقه ولاد بديعه؟ ابدا ما بفضل شيء، ان شاء الله يكون 120 حلقه. بس ظرف سافرت اكثر من مره فانقطعت الوتيره، بس هدول العشرة حبيتهم كثير. شو عمل فيكي مشهد البسينات؟ أنا عندي بسين على فكرة اسمه سانشو بالبيت. يعني لا ضايقني. لقيتيه مبرر درامياً؟ هلا أنا وهيدا مشهد صار عليه لغتر، من هيك عم بسألك. أنا ما تقبلته بصراحة. كنت بتفضلي يعني ما يكون موجود لو أنت الكاتبة ما بت إيه ما تقبلته. ما تقبلته، بس إنه هو العمل نوعه دراما قسوة، يعني هو نوعه هيك، يعني داخلين دخلته من اول لحظه بشيء اسمه دراما القسوه. كان في شيء اسمه سينما القسوه، لانه هلا سينما يعني ما عاد، يعني صار في دراما اكثر، فصار فينا نصنفها دراما القسوه. فينا نقول السنه رجعت الدراما السوريه الى الواجهه. ايه، وانا يعني الحقيقه انا عندي هيك كنت سعيده بهالرجعه. هلا المسلسلات اللي لفتت نظري اغمض عينيك، كمان لن ادعي انه شفت عبد المنعم عميري، ما شفت شيء كله بصراحه الا عامل تابعته من اول حلقه لاخر حلقه. يمكن لانه رامي حنا اخوك المخرج، ممكن يعني عشان ما نقول لا لانه مو يمكن لانه رامي مبارك. عندك نقد على هالعمل؟ لا، تجلدي ولا بتزقفي لانه رامي خيك؟ يعني بتجلدي ما في عمل ما في عمل فيكي تجلدي على كل شيء وتزقفي على كل شيء. اعجبتي بالعمل؟ اعجبت بالممثل اللبناني. حلو، تقدم الممثل اللبناني. ما عم نحكي عن النجوم اللي هن مثلا ماجي اللي سبق وشفناها، وماجي بغصن وجلال تحية عملت دور كثير يعني مميز رائع. بس في يعني عمار شلق، بديع ابو شقره، طلال الجردي، الصبايا، إلسا صغيب، نوال كامل، لا كانوا إلسا صغيب، كارول عبود، يعني حسيت انعطالهم مساحتهم لحتى يفرجونا انه هن فعلا ممثلين. يعني هي عمل اعطى الحق اللي كان شوي مغبون للممثل اللبناني. هلا مشان ما نقول مغبون، لا بدي اقول لك اياها لانه غير مقصوده، بس تسمحي لي اقول لك اياها. ايه مغبون. ايه مغبون، لانه ايه على لسان معظم الممثلين اللبنانيين اللي عندهم جداره وكفاءه انه نحن ما عم ننحط بالمكان الصح، او ما عم ينعطى، او ما عم ننعطى الادوار الصح، او وجاءت الادوار لا هلا مشان ممثلين سوريين. فهمت عليكي؟ ما مين عم يمثل بالاعمال هلا المشتركه؟ يا ممثل يا اثنين سوري، والباقي كله لبناني اذا لاحظتي. يعني ما بعرف بس كيف عم ينعطى. يعني خلينا نحكي مثلا تاج. تاج هو عمل يعتبر مشترك؟ انا حسيته سوري. لا سوري سوري، بس انه بس عمل البطل الواحد تقريبا. انا ضد اعمال البطل الواحد بالعموم. يعني دراما السورية لما نجحت بعصر الذهبي بالبطولة الجماعية، كانت البطولة الجماعية، فهذا اللي نجحها. ليش؟ لأنه الحياة
يعني ما أنا قائمة على شخص واحد. وأكبر دليل أولاد بديع قديه في نجوم، قديه في نجوم، والكل بيّن والكل ضوى بطريقة بالزبط. يعني رائعة بالزبط. فالشرط لترجع الدراما السورية برأيك يعني لألقى الدراما لترجع السورية بدها إنتاج قوي، بدها توزيع قوي، يعني في شروط خارجة عن إطار النص والتمثيل والإخراج. يعني بدها تبني، بدها دعم، بدها توزيع. يعني انت ما في كمنتج ما فيه انه يعمل مسلسل يدفع عليه يعني مبلغ وقدره وبعدين يحطه بالدرج. تاج كان على قد التوقعات وعلى قد الحمله التسويقيه. رح ارجع اقول شفت انبهرت بالحلقات الاولى بالانتاج الضخم بالاخراج. بوجه له تحيه كمان لسامر برقاوي، عامل شغل حلو. حتى الممثلين، حتى تيم يعني ممثل يعني كاريزماتي كثير وكذا استثنائي تيم. ايه بس انا ما حسيته البطل الاوحد بالبيتاج، حسيت فيه اكثر من بطل. حتى الديكور حسيته بطل، يعني لهالدرجه حسيت الاكسسوارات حسيتها بطل. يعني ما بجيب ساعه مثلا من هذاك الوقت او تليفون او كذا. يعني انا حسيت العمل مخدوم بكل عناصره. نجح أوكي. على قد بطولته من كل النواحي. ليك فكره انه نجح ام لم ينجح بالمعنى الشعبي بلكي هلا، لانه في نجاح شعبي. يعني عم نحكي اولاد بديع عمل نجاح شعبي بالضبط. تاج في اعمال عملت نجاح يثير الاعجاب، انه واو في 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 انتاج ضخم يليق، في قادرين نعمل شيء بلكي منافس لاعمال ثانيه اخرى. من هالناحيه انا بشوف، انا دائما بروح على النواحي الايجابيه باي شيء. يعني بس شو اللي بحدد النجاح؟ الناس، قبوله عند الناس، انها تحكي الناس فيه بالشوارع، او انه يكون عمل ضخم ورائع من كل النواحي؟ سؤالك حلو. ما في شيء بحدد النجاح. ما في، كنا عم نحكي، كنا بجلسة أنا وأصدقاء لهم علاقة بالفن، إنه ونسأل سؤال إنه شو الخلطة؟ شو الخلطة برأيك؟ ما في خلطة. ليش؟ لأنه بحس في شيء غير دائما بيوند التوقعات، دائما ممكن في عمل ما حدا دريان فيه مثلا فجأة يعني بأب إلى أول ما إلى آخر بيصيروا بدهم يعملوا مثله ما بينجحوا. فاذا الخلطه مو بانه هذا لانه هيك نجح. انا كنت مره قلت له الله يرحمه بسام الملا كان مخرج باب الحاره والكثير من الاعمال، ولكن بس خاصه باب الحاره طبعاً. يعني فكنا عم نحكي انه فعلا النجاح اللي نجح باب الحاره غير مسبوق ولن يتكرر حتى الان، لن يتكرر. فعم يحكوا انه كمان انه ليش نجح يعني. ايه شو السر؟ شو الخلطه؟ قلت له اكيد شيء شو اسمه؟ اللهوي ما بعرف. قلت له يعني نجاح الهي برايك؟ حسيت مش عناصر اخرى؟ يعني ما قدرت تفسري مثلا ليه نجح باب الحاره؟ اول شيء انه هو كان خارج التوقعات. ما لم يتوقع. يعني انا حتى سمعت انه في ممثلين كانوا عندهم خشيه انه كيف الناس بدها تتقبلهم بعد ما تشوف المسلسل. فعمل هذا النجاح الغير العادي. قبل ما هيك يعني نطلع من الحديث عن الاعمال، سالتي رامي حنا شيء خيك؟ استفسرتي شيء عن امل؟ يعني في شيء لفتك وحبيتي تستفسري عنه؟ رامي في ناس يمكن يستغربوا مع انه خيي ما بعرف شيء عن العمل، يعني انا مثل عم اتفرج عليه مثل اي مشاهد. هل في شيء استوقفك بالعمل؟ يمكن اشكاليه الحجاب عملت هيك جدل بالشارع؟ يعني انا مثلا انا عاده ماني مع التعميم بالعموم، ما انك تعمم يعني مثلا العنف يمارس على كل النساء. يعني اذا بدنا نحكي عن العنف الذي يمارس على النساء، قصدك غير محصور بدين او بطائفه معينه او بجنسيه معينه. اذا بدنا نعطي مثل لعبه الموت، مع انه انا ما كان مقصود فيها وقت سيرين عبد النور، يعني كان من كتابتك بالضبط. فالناس اهتمت كثير لهذا الامر وخاصه بلبنان، ويبدو انه هو من المواضيع التي
يعني تلقى عناية. كان عندك نقد يعني حول الموضوع او اعتبرتي؟ لا انا ما عندي نقد بمعنى النقد، عندي انا بنظر لك، انا بنظر للموضوع من ناحيه لو انا يعني لو انت بدي اشتغل. لا بعمل يعني بعمل ستة ستة مكرر. ستة ستة مكرر. اوه يعني داخل منيح بالمشربة السياسة اللبنانية. يعني ريم على سيرة انك مشربة السياسة اللبنانية، انت صار لك قد ايه بلبنان؟ 12 سنة؟ لا ايه 2012. هالقد بتحب لبنان لحتى بقيتي عنا هالقد؟ بحبه كثير كثير. شو اللي بتحبيه بلبنان؟ شو بتقول فيروز؟ بفقرك بحبك، بجنونك بحبك. ايه هذا هو. بتعرفي ليه عم بسألك هالسؤال اليوم؟ هيدا السؤال يمكن له طعم آخر بظرف عم نعيشه للأسف. في احتدام، في شحن كتير كبير بين السوري واللبناني، وأكيد حضرتك عم تسمع الأخبار وعم بتتابع وعم بتشوفي، ودائما هالقصة بتنام ترجع بتفيق ترجع بتنام. وزائد على يعني بموضوع الدراما ونجومية السوري أكثر من نجومية الفنان اللبناني، دائما كان في مشاحنات على بالإعلام وعلى السوشيال ميديا. اليوم ككاتبة طرح مسلسل النار بالنار هيدي الإشكالية السنة الماضية، وأخذت أيضا تفاعل كتير كبير مع هيدا الطرح دراميا لقضية هالقد شائكة. يعني أنا مو من تبع أنه ما بيصير نكتب عن هذا، بس بجوز أنا ما أكتب عن هذا. يعني أنا ما عندي تبع أنه لا هذا الموضوع ما لازم نقرب عليه، لا اللي حابب يقرب يقرب. يعني كيف تناوله، شو وجهة نظر اللي، هذا شيء آخر. شو القالب القصصي، أنا برجع بقول لك أنا بتهمني الحكاية قبل كل شيء والخيال قبل كل شيء. نحن ما عم نعمل دوكيومنتري، دوكيومنتري له أربابه، نحن عم نحكي حكاية. فأنا بالحكاية ممكن مرق مجموعة مواقف، مجموعة هموم، مجموعة أشياء يتداول بها، لكن ضمن سياق درامي. أنا ما فيني يعني أقول لك أنه أنا بقدر أعكس الواقع، ما فيك تعكسي. بس رامي كوسا كان هالقد مباشر وهالقد واضح وطرح الأمور مثل ما عم نعيشها. مش هيك لازم تكون الدراما؟ ما في شيء هيك لازم. في شيء انت شلون بتحبي تشوفي الدراما؟ طب انت بتشوفي من وجهه نظرك لذلك طبعا ممكن ينجح نجاح. لو انت كتبتي بتكتبي بهالوضوح؟ لا. طب كيف تعبري عن ازمه اللبناني السوري؟ بتتغاضي عنها؟ بتطرحيها؟ شو بتفضلي؟ يعني مثلا بغدا نلتقي اللي هو مسلسل كمان اخراج رامي حنا وكتابه رامي واياد ابو الشامات، وكان اهم انا برايي من اهم كان الاعمال الأزمة يلي تقدمت عن الواقع، واقع خلينا نقول السوريين اللي راح يروحوا بالبحر. مرقوا كلمه وقتها كلمه، انه كلمه سوري مثلا او شيء، القيامه قامت وقتها. يعني النار بالنار انحكى اكثر بكثير من هداك الوقت. يبدو مع الايام، يعني هي القصه مع الايام بتصيري فيكي تحكي اكثر عن جوانب ما كان فيكي تقدري تحكي عنها. انا هيك لاحظت يعني هذا الشيء. نتعود. هل ممكن علاقه اللبناني السوري تكون موضوع كتابتك كريم المقبله؟ لا. ليه لا؟ مع انك بتحب الدراما الواقعيه الاجتماعيه. ايه انا ما انا بروح على المطارح اللي ما فيها هالقد شحن، احتقان، اثاره، تحريض. ايه لا ما بحب. يعني حتى برسائل حب الحرب وقت كتبت عن الاجتياح كتبته بعد 20 سنه مثلا. يعني دائما بتاخذي هيدا المسافه. ريم حنا الكاتبه المتحرره بافكارها، ليه كل 3 سنين بتكتبي مسلسل؟ ما في غزاره بالانتاج؟ ما في كتابة غب الطلب يعني؟ بلقاء منه من زمان كمان يعني حكيت بهذا الموضوع، انه ضروري كل سنة انا او غيري يعني نكتب نص. ضروري كل سنة ضروري ممثل يطلع على الشاشة. ضروري ضروري كل سنة مخرج يطلع يعمل عمل. ما بحس، بس هيك عم نلاحظ نحن. أنا نجوم عم بيكونوا ضروري يكونوا موجودين، وإذا ما كانوا موجودين يعني من أنا حرام. أنا من جماعة خلينا نشتاق لك. طب بس كثير عم أو خلينا ننساك. ممكن خلينا ننساك أحياناً. ما بتخافي ينسوكي؟ ما أنا عندي هي المشكلة، إنه أنا ما يعني ما عندي مشكلة تجاه شيء. بحب أنا أوقع بغرام الأشياء اللي بدي أشتغلها، لازم أوقع بغرامه لحتى أشتغله. يعني مثلاً ممكن حدا يطرح علي، وغالباً هيك عم يصير. يعني بتكون بتجي فكرة
يعني بيحب المنتج انه تحكي عن فكرة محددة تماما. فانا يعني ممكن تعجبني الفكرة بس انا لازم تضل تدور براسي لحتى ادخلها من بوابة العشق. هذا اللي بيحركني بالكتابة. منك يعني عشقانة ولا قضية ولا موضوع يكتبك هلأ لتكوني؟ بلا. شو؟ عندي كتير اشياء حابة اكتبها. اعطيني العنوان. وبتمنى انا هذا لانه كاتبة منه حلقة هو ويرد شوي، هو واقع الدراما والكتاب والإخراج ضمن أزمة الحرب اللي صارت بطريقة فيها عبثية شوي، فيها سخرية شوي، فيها واقع كثير. ولكن شخصيتك على كل حال عبثية فيها سخرية ساخرة وواقعية. تماما. وهيك أنا وهيك بحب أشتغل، هيك بحب أكتب. حتحكي بهيدا العمل عن أزمة النصوص والكتاب؟ كل شيء والمخرجين. نحن عم نعيش أزمة نصوص أو أزمة كتابة؟ نحن عم نعيش أزمة نص جيد يعني. بس ليه في أزمة نصوص برأيك؟ كل عمره، حتى بأمريكا هوليوود اللي هي بلد الإنتاج مثلا إذا أنتجوا تنقول بالسنة 100 فيلم مثلا بيحكوا الناس عن فيلمين ثلاثة. هذا شو معناته؟ في نضرب الجمال. ريم عم نحكي عن شخصية هيك يعني عندك الجانب الساخر، عندك عندك العبثية وعندك الواقعية. هيدي الطفلة اللي بلشت وانت طبعا من بيت كمان. في طفلة في طفلة وانت بلشتي يعني انت من بيت فني، يعني في أدب، في فكر، في فن، في شعر. كيف اكتشفتي حالك؟ قد كان عمرك؟ كنت كله هذا اقل من 10 اقل من 10 سنين. كنا بمدينة القامشلي، هي مدينة بشمال سوريا. وأنا يعني أنا من الأعمال اللي ببالي القادمة بدي أكتب، يعني ما بدي أقول سيرة ذاتية، ما بدي أقول بهالمعنى، بس شيء يعني بيحكي عن العيلة من وقت ما كانت بفلسطين. فهي كان بابا أستاذ مدرسة فراح على القامشلي، وكان مدير مدارس السريان بالقامشلي، وكان مدرس لغة إنجليزية. هو كمان شاعر وبيكتب هذا لحاله حلقة. بابا بده حلقة لحاله، يعني ما بدي، لأنه كان إنسان شخص استثنائي يعني كان. فكنا هي المدينة فيها 4 سينمات كان بوقت هذا الحكي، يعني طفولتي بالستينات كانت، كان في 4 سينمات. عدد منيح يعني بمدينة. كانت القامشلي كلها تروح على السينما، يعني تروح تحضر. فكنت تروحي انت تحضري افلام؟ ايه، اطلع من الفيلم كملوا. تكملي شو بخيالك؟ يعني قصة اجزاء بلشة معي من قبل 10 سنين. اوه، يعني بعمر كتير صغير ويخلص الفيلم. ما كان يخلص الفيلم عندي، اطلع كملوا. اول عمل كتبتيه فعلا؟ كتبت انت وصغيرة. ايه، قد كان عمرك؟ كله 7-8 هيك يعني بهالعمر، يعني مو سارتر يعني اللي عم يكتب ولا دوستويفسكي يعني. ايه بس انه كتبت، لانه دائما نحن البيت مجلات، هدول الكابشن المصورة. كان عندنا مجلة اسمها مجلة أسامة، هي شكلت وعي جيل من الأطفال الحقيقة، لعبت دور كتير كبير، لأنه كان يكتبها أهم كتاب بسوريا ويرسمها أهم فنانين تشكيليين بسوريا، هي مجلة أسامة. ومرة بعثت لهم صورة لإلي يعني عشان يحطوا لي، فضليت يعني فخورة إنه أنا صورتي طالعة. حلم حياتك طلعت فيها لهي. فغير طبعا ميكي ماوس وهدول القصص وسوبرمان والى اخره. وفي دائما في مكتبه بالبيت، زائد انه القامشلي بلد بارد جدا بالشتاء وحار جدا بالصيف. فكانت البيوت بالقامشلي يعملوا اسره تخوت خشب لعائله، تخت عائله يعني، مو تخت فردي، خشب هو هيك، وبحطوا له ناموسيه مشان البرغش والقرص وهيك. فانا كنت شوف هذا المكان مسرح، ما كنت شوفه مكان للنوم. الجيران وكذا. ايه يعني الجيران كانوا حاطين هيك. فكتبت مسرحيه واخواتي مثلوها وارتجلوا طبعا كثير كثير، خرجوا على النص. تعملت التخيط لاول مسرحيه انعرضت لك لعرض مسرحي شغله. زائد يضاف عليها انه بابا بهداك الوقت جاب لنا اله عرض سينمائي، افلام مثلا شيء عن الامازون، شيء يعني قصص هيك غريبه عجيبه، بس لهلا هلا حافره بذاكرتي. ريم، هل صرت الكاتبه اللي كنت بتحلم تكونيها انت وصغيره؟ يعني انا ما بحب اقول انه اذا صرت شو بحلم، شو اذا شو صرت وشو، لسه في اشياء بحب اقولها ما قلتها.
يعني ما فيني اقول مشروع، انا بحس الكتابه مشروع ناقص ما بيكتمل او ما بينتهي الا بنهايه ال... طبعا أي. طبعا اذا بنقول ريم حنا من ذكريات الزمن القادم، الفصول الاربعه، هيدا يعني من اهم الاعمال، لعبه الموت، الكاتب، 24 قيراط، رسائل حب، ذاكره الجسد. اي اكثر عمل هيك تشوفي حالك فيه؟ بحب انا مؤخرا الكاتب، من كم من مؤخرا، طلع من 5 سنين يعني. انا ذاك اليوم عم بتطلع، طلعت 19 عم تذكرني ديانا كانت قالت لي انه بحبه لانه في جو الكتاب، يعني بحب انه جو كاتب، بحب جو انا هون بحب فوت. اوكي، زائد تاثري باغاثا كريستي كثير كثير، يعني انا من انا وصغيره كنت بلشت، بتعرفي الاطفال بيقروا على هوا مستواهم، فدايما في الغاز وفي كذا وفي شي بوليسي، كنت انا دايما بحب هذا الجانب. حتى بالدراما الاجتماعيه لازم يكون في الالغاز والجانب، حس حس غامض، حس بالانتظار، يعني انتظار، يعني دائما يحس المشاهد الغير متوقع. بالضبط. يعني اذا الكاتب هو العمل الاصلي؟ لا، هذا عملك مؤخرا الفصول الاربعه. في عندي في مذكرات عائله بحبه كثير كمان، هو بلش قبل الفصول الاربعه. صحيح. انا وامل حنا بنت عمي هي كتبت، بلشت فيه هو اللي اشاد فيه اسامه انور. اسامه انور وكاشها اشاد بذكريات الزمن القادم، وانا هذا العمل الاقرب الى قلبي الحقيقه. اكثر من الفصول الاربعه؟ الفصول الاربعه كثير بحبه اكيد، وبحب الجمهور حبه بعده مطبوع، يعني بحب حب الناس لإله، يعني كمان مو بيقولوا بحبك وبحب اللي بيحبك. بحب كل من يحبك. بالضبط هيك، فأنا صرت يعني بنظر له هيك بنظرة لما بسمع عنه كلام حلو. أنا بوقتها لأنه لما كتبناه أنا والسيدة دلع الرحبي، يعني كل واحد كان يكتب حلقة، كان لطيف، كان إحساسنا تجاهه هيك عائلة. تحية لدلع الرحبي أكيد. هي زوجته للراحل المخرج الكبير الله يرحمه اللي كان خساره حاتم علي، وقتها شافوه العالم وحبوه، بس كان في دائما حواليه اعمال ثانيه، فانت ما بتحسي بهي باهميته الا بعدين. خبرتنا العصفوره، قال هالعصفوره اسمها ديانا، انه في عرض عليك تكتبي جزء ثالث. في مشروع جزء ثالث للفصول الاربعه لسه، يعني عم يعني هو مو سهل بعد 23. فينا نعلن لكان من شو القصه، انه في يعني جزء ثالث من الفصول الاربعه قريبا. هلا مو قريبا بمعنى انا قريبا، انا حدا يعني قريبا عندي، انا بين قال لي قريبا سنين. قريبا 3 سنين، يعني اذا الله اعطانا عمر في لا في رغبه عند المنتجين الحقيقه. نحن عم نطلب منك لانه بانتظار هيك، لانه بنحبك وبنحب تكتبي. حبيبتي انا بحب كثير هذا العمل، وحبيت فكره انه يرجعوا يحيوه من جديد، يعني طبعا يعني لانه هو في صعوبه كبيره بكتابته، لانه شكل العائله تغير، في يعني الجد والجده توفوا، رحلوا، البعض سافر، واللي هن كانوا يعني ممثلين مبدعين يعني طبعا. فالناس لهلا بتصور البيت هيك بحنين، يعني انه هذا بيت العيله، يعني بيت نبيله الله يرحمها، ممثله رائعه، نبيله النابلسي وخالد تاج القامل الفنيه الكبيره. تسمحي لي فوت شوي على الشخصي؟ شوي بس مش كثير شخصي، يعني شوي نشوف، يعني بنفوت وبنظهر بسرعه، بندق الباب وبنظهر بنسمع الجواب اذا بدك. انت توفى زوجك من اول حوالي 18 سنه، عندك ابن الله يخلي لك اياه بهولندا، ليه ما رجعت تزوجتي؟ ال ليك بدي يكون هلا امتى بدنا نفرح منك؟ بدي يكون عرفتي هيدي الاسئله اللي انت بتحبيها، اي متى نفرح منك؟ يعني هي فكره يعني الله يرحمه لما توفى كان ميار بعده 15 سنه، يعني عمر حساس من جهه، ومن جهه ثانيه عشان ما ابدو مثل ما قلت لك الام المضحيه واللي كذا، بالعكس انا وابني يعني العلاقه كمان فيها صداقه، انا كثير جانب الصداقه كثير مهم بالعلاقات بين الاهل يعني. ما تزوجت لانه ضروري يتزوج واحد؟ مؤسسه الزواج شو رايك فيها؟ يعني كلمة أنا أصلاً مؤسسة بغض النظر كلمة مؤسسة يعني مؤسسة بحسها يعني بدها جهد كبير، يعني هي إذا بده يفوتها الواحد بده يعمل كثير تسويات، بده يعمل كثير
بده يكون كثير راغب بهي المؤسسة. في ناس تعرف عن صعوبة هيدي المؤسسة بس ما بتقدر تعيش وحيدة. صح. أنت بتقدري تعيشي وحيدة؟ أنا إيه بطبعي، أنا بطبعي ممكن ضل شهر منك بحاجة لرجل تكمل معه لا حياتك؟ لا. يعني عندي أولويات أكثر بكثير، شغلي يعني اهتماماتي، يمكن احيانا يعني احيانا سوليتير العنكبوت هي لعبه على الكمبيوتر يعني بتسليكي اكثر من الرجل. يعني أكيد. المراه بتحب غير انه يمكن كلمه حلوه، بتحب الحب، بتحب الحضن، بتحب مسكه الايد. انت ريم حنا انا بسمي لعبه العنكبوت. حبيت كثير هيدي الصراحة، حلو كثير. لشو يعني؟ مشان لأنه شوي مش ظل راجل يعني ولا ظل حيطة؟ ليش عاد في حيطة أصلا؟ بس زلازل حتى حيطة ما عاد ريم يعني قد ما عم تضحكي وكاتبة أنت بيتبادر لذهني إنه ليه ما بتكتبي كوميديا؟ يا الله السؤال صرت عم بتسأل عنه كثير. أنا كنت بعتبرها الفصول الأربعة يعني فيه لايت كوميدي. صح. مذكرات عائلة اللايت كوميدي، دائما بالأعمال حتى اللي فيها يعني جدية وقتامة عندي، في عندي شخصية إلا ما تكون شخصية المهرج، أنا دائما بنكه العمل بشخصية من هذا النوع. بس أنا اللي زعلانة منه وقلت قبل المرة إنه الناس يعني ما عم تطلع هضامتي بالظاهر بالكتابة. طب طلعيها بالكتابة وين؟ عم تطلع، أنا فكرت عم تطلع هي. لا طلعي أكثر يعني هيدي الهضامة لازم تطلع أكثر. ريم هل اليوم الواقع السوري بيحمل كوميديا؟ جدا هلا بيحمل كوميديا، وعلى فكرة كمان هلا السنة في مسلسل اسمه ما اختلفنا كمان عبارة عن لوحات كوميدية للفنان النجم وجه له تحية الصديق باسم ياخور، عامل فيك أكثر من كاركتر هو ومجموعة فنانين سوريين. شيء بيشبه يمكن مشروعهم الأول بقعة ضوء، يعني هي عبارة عن لوحات ساخرة فيها نقد فيها. صحيح. وقبل هلا كمان عملوا ضب وشناتي، كمان مسلسل كان كوميدي يعتبر وناجح جدا، عملوا إخراج كمان المبدع ليس حجه وكتابة ممدوح حمادة، هو يعني اللي عمل ضيعة ضايعة، يعني عمل تحف كوميدية طبعاً. إذا بدك يعني طبعاً. هو دائما كان في الحقيقة يعني ما اختفت الدراما الكوميدية، يعني دائما حاضرة حتى بأقصى الحالات يعني ولكن منا بالزخم اللي كانت فيه، مش قد دراما العنف. ما هو يعني بطبيعة الحال الحرب والأزمات تنتج أكيد دراما، لا شك، حزينة، لا شك، عنيفة، لا شك، بتعكس إلى لو يعني لو شو ما عملنا في واقع بده يفرض حاله يعني. هل ريم حنا كاتبة بتكتب على قياس بطل أو بطلة؟ برجع للقدود الحلبية. كيف يعني؟ قدك المياس يا عمري؟ قد القد ليش بسموه قد؟ يعني القدود ليش بسموه ايه؟ قد؟ يعني بيعملوا شيء عقد اللحن اللي قبل هذا. مليخ حمدي مثلا لما كان يلحن لأم كلثوم يشتغل على مثلا طبقات صوت أم صوتية العلاء، يعني بتجيبها أم كلثوم لما كان مش وردة أو مش ميادة الحناوي أو شادية، يعني كل حدا بعمل له بلبق له اللحن. يعني بتكتبي على قد يعني الشخص النجم. إذا بدي هلأ نحن تحولنا من شو القصة لبرنامج يعني تكريم، هلا مهرجان تكريم انا وياكي بلجنه الحكم بدنا نوزع جوائز تبعنا برمضان، بس ما بنزع على حدا كمان. لا 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 ما انا ما بفرض عليك، انت ريم حنا ما حدا بيزعل منك، انا بوزعنا على الكل لانه عندك اسمك وتاريخك والك الحق تقيمي. اذا بدك تعطي جائزه افضل كاتب سيناريو او كاتبه سيناريو، بالمناسبه بتفضلي الكاتب او الكاتبه؟ يعني شو الاقرب لقلبك؟ مش المراه لما تكتب الواقع درامي ام الرجل؟ الكاتب الجيد ان شاء الله يكون امراه او رجل، لا جنس للكتابه. أكيد أكيد. فريم حنا بدها تقدم جائزه افضل كاتب او كاتبه سيناريو لرمضان 2024، لمين بتعطيها؟ بدك تحطيني بموقف كثير محرج. لا مش معناتها الاخر غير جيد، بس دائما في شيء ملفت. هلا الثنائيه علي وجيهه، علي وجيهه ويامن الحقيقه اذا بدي اعطيهم مو بس السنه،
وبدي اعطيهم عمال الابان اللي عملوه يعني امباراليل مع بعضه وقبل في عندهم على صفيح ساخن يعني فاتوا على منطقه ملعبهم صارت ملعبهم فاجادوا فيها يعني فانا يعني معجبه بتجربته. اذا جائزه افضل كتاب او كتاب سيناريو لل 2024 هن يامن الحجلي ودكتور علي وجيه. عن مجمل التجربه اللي عملوها خاضوها السنه الماضيه وهالسنه وعندهم كان مال الابان كمان كان عمل مميز اخراج سيف سبيعي كمان بوجه له تحيه عمل شغل اكيد كثير حلو ب مال الابان وبالعربجي لانه العربجي غير نوع كمان صحيح. هي انواع بتلعب دور صحيح يعني فينا طبعاً. نعتبره فانتازيا شاميه العربجي طبعاً. افضل مسلسل يعني انا حبيت عمل يمكن اكثر واحد تابعته الحقيقه افضل ممثله صاعده شابه خلينا نقول اكثر من صاعده لانه عم حاول اتذكر في روزينا لا تقاني عجبتني يعني هيك عجبني حضورها هيك عامله شيء لطيف يعني افضل مخرج رامي حنا بمناصفه مع رشا شربجي ما فيني الا اعمل مناصفه فيها هي كل واحد نوع لانه كمان يعني ما فينا افضل ممثل لبناني حتى ساعدك اكثر والله عمار شلق يعني كرهني فيه قد ما كان دوره مقنع وافضل ممثل سوري هلا مثلا في المشكله قد ما انهم حلوين والاعمال كثيره يعني ما فيك الا تعطي مناصفه ومثالثه مرابعه يعني اوكي يعني من يعني الادوار اللي كانت ملفته السنه الماضيه والسنه العربجي مثلا باسم ياخور عمل دور مميز محمود نصر عمل دور خاص باولاد بديعه اذا بدنا نحكي شباب صاعده في ابنه لايمن رضا وسام كمان هيك كان هيك عمل يعني لفت النظر بطريقه كثير مهضومه افضل ممثله سلافه اللي عملته يعني انا قلت لها العاب ناريه انت عم تلعبي مو عم تلعبي تمثيل سلافه معمار لبنانيا ماجي بوغصن عملت دور كثير مميز وكان معها كمان يعني شاركوها صبايا بفعلا هالصبية اللي عم تغني هيك صوتها كتير لفتت نظري إلسا صغيب كارول عبود نوال كامل شو ها يعني عملوا شيء كتير كتير الحقيقة حلو بسوريا نادين خوري دور مميز بممثلة القديرة لأولاد بديعة بوجه لها تحية بأولاد بديعة عملت بتسوق احنا بنسميها طرطيره بالشام ديما اندلفت امل عرفه كنت عم تحكي عنها خلال الحلقه شفتي كيف الا ما حكينا يعني الا ما ينسى الواحد وهن كتار الحقيقه وامل عرفه كمان يعني اذا بدي اعطيها يعني ما بعطيها عن هذا الدور بس هي حاله صعبه تكون حاله استثنائيه البنت طبعاً. يعني امل عرفه قدمت اشياء عبر يعني مسيرتها يعني بوجه لها تحية يعني ما بدي أعطيها عن دور أعطيها عن مجمل مسيرتها وإبداعها يعني سواء بالدراما المختلفة. يعني مثلا من أجمل الأدوار اللي عملتها هي بذكرى الزمن القادم يعني دور رائع يعني بمسلسل يعني كان في أمل عرفة هي أمل عرفة يعني بالنتيجة بس السنة أكيد يعني أحيانا في عمل بيعمل هيك بفرقع مثل ما بيقولوا أولاد بديعة فرقع يعني قلتي لي اغمض عينيك خلال الحوار، صعب تكوني عضو بلجنه التحكيم؟ لا انا اوريدي عملت كان عندي اكثر من تجربه بس هلا المهم اللي اعطيتك اياها كانك تلبكتي شوي فيها لاني ما بحب زعل رفقاتي كلهم بجننوا يعني واكيد نسياني حدا هلا وفي حدا بده يزعل مني ما حدا رح يزعل تحيه للكل اكيد ما حدا رح يزعل منك بس عم نحكي عن الاعمال اللي برزت والانسان يعني بتستحضره اسماء وبينسى اسماء بس مش معناتها عم يغبن حدا شكرا لك ريم حنا نورتينا بشو القصه يعني بالبدايه قلت انا انه او سالت ريم حنا اذا صعب محاورتها وصعب اللي يطلع الواحد خفايا من شخصيتها على امل انه نكون نجحنا بابراز الوجه الاخر او بعض الوجوه الخفيه لشخصيه غنيه مثل الكاتبه ريم حنا